وللمزيد حول هذا الموضوع يحضر معنا في الاستوديو وزير تكنولوجيات الاتصال نزار الناجي. اذا سيد الناجي، غدا تنطلق الاستشاره، قبل كل شيء ماذا عن توفر ظروف السلامه في ظل حديث عن خروقات او اختراقات ربما قد تحصل؟ في البدايه شكرا على هذه الاستضافه. اود ان اقدم هذه البوابه، هي بوابه وطنيه للاستشاره الوطنيه. هي عباره على منصه الكترونيه، موقع الكتروني لجمع اراء المواطنين حول مواضيع مختلفه، الشان السياسي والانتخابي، الشان الاقتصادي والمالي، الشان الاجتماعي، التنميه والانتقال الرقمي، الصحه وجوده الحياه، والشان التعليمي والثقافي. للمشاركة في هذه الاستشارة يجب زيارة في البداية موقع المنصة، وهو www.e-istishara.tn. الدخول في هذه المنصة يستوجب الحصول على رقم مشاركة سري يتحصل عليه المواطن باستعمال خدمة إتوال ديسات دوز إتوال رقم بطاقة تعريف دياز، يتحصل في إرسالية قصيرة على رقم سري صالح لمدة قصيرة في الزمن. هذا الرقم سوف يضمن أحادية المشاركة، وسوف يضمن أيضا سرية وخصوصية المشاركة. اليوم مع منتصف الليل تنطلق، يعني أن كل ظروف السلامة متوفرة. بالضبط، كل ظروف السلامة متوفرة، المعطيات مؤمنة على بالمركز الوطني بالإعلامية، وهي مخزنة في تونس، والمعلومات مع أرقام سرية، لا يوجد معطيات شخصية في قاعدة البيانات. أريد أيضا أن أشير إلى أن في المنصة كل محور يحتوي على 5 أسئلة، إضافة إلى مساحة للتعبير الحر. وهذه المساحة صممت لتمكن المواطنين من التعبير في المواضيع التي لم تتطرق إليها الأسئلة. اليوم مع منتصف الليل تنطلق المنصة في فترة تجريبية، في فترة اختبار لمدة أسبوع. نعم، مشاكل الازدحام ليست مطروحة في هذه المسألة؟ مشاكل الازدحام ليست مطروحة، قمنا بالاستعدادات التقنية والفنية اللازمة لتمكن المواطنين من داخل والخارج حدود الوطن من المشاركة بكل منها أريحية في هذه المنظومة. هناك إشكال آخر يخص المناطق الغير مغطاة بالإنترنت، كيف ستتعاملون مع هذه المسألة؟ بالضبط، في البداية في خلال الفترة التجريبية باش نقيموا المنظومة ونعدلوا على حسب ما سنلاحظه من مشاكل نقولنا فنية، ونعدل يوم 15 جانفي تطلق المنظومة للعموم. وفي هذه الفترة من 15 إلى 20 جانفي سنتنقل للجهات، وسوف نقوم بالإحاطة اللازمة للمواطنين الذين لا تتوفر لديهم التقنيات اللازمة والدراية اللازمة للمشاركة في هذه الإحاطة. سوف تكون بتمكينهم من أجهزة، تمكينهم من الإنترنت، بإحاطتهم إحاطة بهم لتسهيل عملية المشاركة في أيضا المنصة. في ظل وجود نسبة مهمة من غير المتعلمين أيضا. بالضبط، بمشاركة المجتمع المدني سوف نشكل فرق سوف تتنقل إلى الجهات للقيام بهذا الدور لتمكين هذه الفئة من المشاركة وإبداء رأيها في هذه المنظومة. وأيضا الفئات والمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة سوف نقوم بإحاطة خاصة لهذه الفئات لتمكينهم أيضا من المشاركة في هذه المنصة. المنصة تنطلق للعموم من 15 جانفي إلى حد 20 مارس، وبعد فترة. سيد الوزير، بعد إذنك تعقيب صغير، أنت تحدثت عن فترة تجريبية، لو تذكر المشاهدين بهذه الفترة. فترة تجريبية تنطلق اليوم على منتصف الليل إلى حدود في مدة أسبوعين، وهذه الفترة سوف تكون فيها المنصة متاحة للشباب في دور الشباب في 24 ولاية، متاحة لرواد دور الشباب في 24 ولاية، وهي فترة اختبار وفترة أيضا تحسيس وتشجيع وحث الشباب على المشاركة في هذه الاستشارة الوطنية وعلى أهمية المشاركة في هذه الاستشارة الوطنية. نعم، هي تنتهي في مارس في بالضبط في 20 مارس. في 20 مارس، وبعد فترة سوف نقوم بتقديم تقرير فيه المخرجات الأولى لهذه الاستشارة الوطنية. السؤال الأخير، هناك تقريبا 7 ملايين تونسي موجودون على شبكات التواصل الاجتماعي، كيف ستستغلون هذه النقطة، وماذا عن الذين لا يمارسون أي نشاط إلكترونية؟ بالنسبة للشبكات التواصل الاجتماعي سوف نستغل هذه الشبكات للتحاور ولإعداد فيديوهات لتفسير وتبسيط مواضيع ومعلومات
لنتواصل مع شباب ولن يتم التفسير بطريقة جيدة لأهم المواضيع والتي تطرح في المنصة. نعم، كل التوفيق وزير الاتصال نزار الناجي. شكرا جزيلا لك.